يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، انقطع التيار الكهربائي ونحن في صلاة الجماعة في الركعة الأخيرة ولا نعلم هل سلمنا قبل الإمام أم بعده، فهل علينا شيء؟ نويتم الانفراد، إذا نويتم الانفراد وأكملتم لأنفسكم فلا مانع، إذا نويتم الانفراد عن الإمام وأكملتم صلاتكم لأنفسكم فلا مانع، أو تقدم شخص منكم وأكمل بكم الصلاة لا مانع.